المجال الاولاني اللي هو تصنيع المنتجات الزراعيه، وده هنتكلم فيه بعدين، لانه هنا بقى مفيش مكون محلي نسبته كامله، لان المكون المحلي هيكون 100% انتاج وطني من الالف للياء. لكن لما نيجي نتكلم على الصادرات الزراعيه الطازجة أو المنتجات الزراعية، هنيجي ونقول إن القيمة المضافة هنا بتقتصر على عمليات الفرز، تبريد، تعبئة، تغليف، والنقل. والقيمة المضافة هنا ممكن تبقى 3 أو 5 أو 6 أضعاف ما يتم تسويقه في السوق. وزارة الزراعة عملت ايه في 2018 2019 لحد النهاردة؟ تم فتح 31 سوق خارجي، بمعنى ان انا لما باجي اقول ان انا هصدر الموالح لليابان، ده معناه ان انت بتفتح سوق للموالح في اليابان او في استراليا او في الارجنتين أو في البرازيل. إحنا فتحنا 31 سوق مقارنة بمعدل سنوي سابق في خلال 16 شهر، مقابل معدل سنوي سابق كان بيتراوح ما بين 3 لـ4 أسواق في السنة. ده تم من خلال التعاون مع وزارة والصناعة وشبكة الملحقين التجاريين في جميع دول العالم، وكان دراسات الأسواق وفتح الملف الفني واستكمال الإجراءات، لأنه لازم الدولة المستوردة مننا بتيجي وتفحص وتعمل بيست ريسك اسسمنت او مخاطر تقييم النفايات عشان تضمن انه المنتجات الطازجه بالذات ما تقلش معاها اي افات زراعيه، بالاضافه لمحتوى المنتجات من الكيماويات. ده تتطلب ان احنا برضه طورنا قدره المعامل اللي موجوده عندنا واعتمادها من الجهات الدوليه، وده الحقيقه سهل عمليات التصدير للمنتجات الزراعيه الطازجه، وطلع المتوسط الصادرات او اجمالي الصادرات الزراعيه مره ثانيه للخام من 4.7 مليون طن في 2017 الى 5.2 مليون طن في 2018. السنة دي احنا وصلنا في 26 اكتوبر الى 4.820 مليون طن، يعني ان شاء الله بنهاية السنة انا اتخطى ما تم تحقيقه في العام السابق. بنواجه تحديات، لان النهاردة الاسواق الخارجية بتطلب تكوين المزارع، واحنا في المجال ده برضه بيبقى فيه تعاون وثيق مع مجلس الصادرات الزراعيه. تكوين المزارع يعني بنتاكد من ان المنتج الزراعي في ارضه بيتبع الجلوبال جاب او الجود اجريكلتشر براكتس، الممارسات الزراعيه الجيده، علشان ياخد جود. يبقى هو لما الدول الخارجية مش بس هيطلب الشحنة دي جاية من فين، ولكن كإجراء تصديري ضروري لابد إنه يعرف كمان المزرعة اللي اتصدرت منها الشحنة ومدى انتباهها للممارسات الزراعية الجيدة، وده بيلقي عبء على إدارة الحاجز الزراعي في إن احنا نعمل تكوين للمزارع التي يتم تصديرها.
تصير منتدبها للخير. أنا طبعاً سعداء لأنه في تطوير للمواني على ساحل البحر الأحمر، لأنه ده هيسهل نقل المنتجات الزراعية الخام لدول، خصوصاً مواني سفادة ولدول شرق أفريقيا، لأنه زي ما ذكر أحياناً صادراتنا الزراعية بتطلع لدول في أوروبا وبعدين تنزل تاني لأفريقيا، وحجم التبادل الزراعي بين ما بين مصر والدول الأفريقية يحتاج إلى تطوير ونمو كبير في الفترة اللي جاية. إحنا بنعمل على باستمرار على فتح أسواق جديدة، بنعمل على تطوير قدرات المعامل الخاصة بفحص كافة العينات الزراعية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير الدولية. وأيضا كان في الفترة السابقة قلة قليلة من المصدرين بيحاول إنه يصدر الشحنة حتى لو كان في عيوب على أساس احتمال إنها تعدي، لأنه كان اللي بيحصل بعد كده إن هو بيتوجه له إنذار، وبعد ما بيكمل له الإنذار بيقدم التماس في المجالس المعنية ويتم رفع الإنذار. إحنا دلوقتي خدنا إدراك بإنه لو حصل إنه أي شركة مصدرة للخام يسقط تلاعبها أو تجاوزها للحدود والمعايير المتعارف عليها بتتوقف لمدة سنة عن التصدير، وإذا تكرر ما بتتعاملش معاها اتحاد الزراعي، لأنه أحيانا بيبقى بيتسبب مصدر واحد في حدوث أزمة ووقف التصدير لبلد بالكامل. والحمد لله احنا دلوقتي نتيجة لتطوير القدرات فحص المنتجات الزراعية أصبح عندنا أقل حد ممكن من الفحص بيتم في دول الاتحاد الأوروبي، وبنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نحافظ على سمعة صادراتنا الزراعية الخام. ده ما تم إنجازه في الفترة السابقة. نرجع عند كلمة الخام اللي هي فرز، تغليف، تعبئة وتغليف وتصدير. الحقيقه ان الانتاج الزراعي المصري يحتاج الى تطوير سلاسل القيمه المضافه حتى مرحلتها النهائيه، لان انا لما بطور سلسله القيمه المضافه للمنتج الزراعي انا مش بس بضاعف العائد الوطني من التصدير، ولكن بخلق فرص عمل، خصوصا اذا ما كانت مواقع التصنيع دي هتكون خارج نطاق المدن الكبرى، عشان كمان نقدر نوفر فرص عماله لاهلنا في الريف، علشان نحد من الهجره من الريف للمدن، لانه لما هيلاقي الوظيفه والعمل المناسب حي في قريب منه مش هيبدا الهجره للمدن. الفرق بقى في عمليه التصنيع انا هضرب لحضراتكم الأولاني النباتات الطبية والعطرية. النباتات الطبية والعطرية تصدرها كمنتج خام بيحقق عائد للمصدر في حدود 3-4-5 أضعاف للقيمة. لكن إذا تم استخدامها في تصنيع الدوائي وإنتاج المركبات اللي بتستخلصها شركات الأدوية الكبرى علشان تبيع الأدوية بأكثر من 10 و20 ضعف، هنا تحصل النقلة الحقيقية في سلسلة القيمة المضافة للنباتات الطبية. لأن بنمسك مثال تاني، الأم حضرتك لما نصدر الأم الشعر هنصدره بجنيه،
لما هنصنعه هتطلع قيمته من جنيه لعشرة وعشرين وثلاثين. طبعا في خطة طموحة للحكومة لتطوير محارب ومصانع الغزل والنسيج، وده يخلق مش بس قيمة تصديرية مضافة، لا هيخلق فرص عمل، وقبل كده وكده هيخلق نوافذ لتسويق القطن محليا، وبالتالي زيادة المساحات المزرعة من القطن، ويبقى لأنه يبقى في طلب محلي عليه. القطن بتاعنا دايما بنقول إن هو الذهب الأبيض، واللي كنا زمان بنصدر معظمه كان بيصدر خام، لكن يوم ما توجد صناعة وطنية داخل مصر للحد والغزل والنسيج، ودي الخطة اللي بتنفذها وزارة الصناعة ومع وزارة قطاع الأعمال مع الزراعة، في على فكرة تنسيق مشترك ولجنة مشتركة ما بين الثلاث وزارات، لأن إحنا بنشتغل بروح الفريق. على فكرة المنتجات